في يوم اليوم العالمي الإعاقة أنا عايزة أتوجه بكلمة لأبنائي وإخواني من من أهل الهمة أهل القمة الاستثناء أنتم مميزين أنتم رائعين لكن مهم جدا جدا يكون عندكم أمل ويكون عندكم هدف الحياة بدون أمل لا معنى ليها والحياة بدون هدف ضياع بمعنى ضياع طيب. ومش معنى يكون عندك هدف